Maren Shemo, Totum Reus, the Nath, Night, Nutin, my choice, over Note, Mystery Souls, very souls. Jever is Kapazin, I go on a road, and I'm from Shotum, FTS, one of teeth, and the chariot. Even Othan, so for Matus, from Basso, I know Tin, Tavin, Om, and Avenger, one for the choice, but no team. If neither, I'm sure it's a note, you want to pretend to be a choice, so a note, you must still so as well as toast and share a moment of thought. Cut off the vents of Jacker Escapaz in a go and a carwait in a air and a carer on a shop in a test or an active kent in Shari at all. I don't know. The white and the old and told to get us my room, Miss Nasser combined, so I know to you and Tavin Onk. Hen here in an event, the good if Sonos event, Piras must event, and again event, if Satanas, so Chintian Rome, one of Tom Pep, Shontian Gaj near him, so never I eat, whoever her own, never would have a grouse there, but I can see a sigh. I will apply my son tag by Nedis and Nedon or the sign of Moran. Jen took me tak to me, she shin on your home, your gender off the mutually. Never gentle come to the center, be Gaji. Anon Khanila, how sinny Christe, Yanos, why Garbi Benotin, Alisino, on all bees and ta, and fancy so Maria Rev, not in nine, and he tenes of Rezaia, on all mess, no, O Senari, and we, for Mosable, he then beshaped his Agia Marie. Kibar seno sherene emore Eyyati sherum bi es Nesusetos misenane menoti bilogos Sherene emore Eyyakeno shere Efoa sherene emore Yaslav bi esoa Shere mi chai Elvin eshten arshia Angelo shere Gabriel bisobim bifai shenovi shere anise erubim shere anise erafim shere tamatirun eburaniot shere yuhane esbin eshti emebrod ramo shere biyo yusingeni senema noyil shere nasho yisenio otien abo Ostolo sherem moskis in devin shoyis isu bechresot Iten nebrez veyen tetiti oto kosoa Ev marei ev shoyis ari emot anim viko evolente En ovi eter en oseru Oknem bekiotena Agatos nem bevnu maso ev jakton krepsoti emot naina Shlii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 i
أيضا فنسأل الله لأبدا كل أبو ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك تعالوا مرحمة رفعت فيه من زعن معنا كل مرض وكل سقم روح أمراض اطردهم الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أخم معزهم وعذابنا الروح النجسة اعتقهم جميعا وارحمهم أنك أنت الأسيح المربوط فيهم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين أعزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف كل أنفس مضايقة المخبوضة عليها أعطيها رب رحمة أعطيها راحة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفرا خطاياها وآثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا الشيء التي أجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا أجسادنا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص يا رب نسعى بصلاحك يا محب
البشر اشكر يا رب سعد وقرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس يا رب ولهنيك على مسبحك النهار في السماء راحت بخورتك كل عظمتك التي في السماوات واصل ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين كما قبلت لي قرابين هابيل الصديق ذبيحة من ابراهيم وسائل ارملة هكذا انظر عبيدك اصحاب الخير واصحاب الكثير والذين يريدون يقدموا لك عليه السلام والذين يقدموا لك في هذا اليوم هذه الخروبين اعطهم ما لا يصدعون وما يفسد الباقيات والفنيات السمائيات والارضيات بيوتهم وخازن ومنعهم كل الخيرات احثهم يا رب قومي فنيتك ورسائل ملائكتك المقدسين كما ذكر اسم قدوس على اسمهم ايضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك يا رب ارحم سبح مع ملك فاجر المجد الله في العالم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا
نتشيسي من ناظمك ومن الحقيقة المريضة الرابعة القديسة والتلاء لأنك أنت قدس العالم خصوصا مدلك سن المسيح فخر الرسل في شهداء تليل صدقين سبات كنائد وفان خطايا بشر بسالوس قدوس داوت واحد ناس الله المجد ويعرف ارحم يعرف ارحم يعرف بارك امين حقيقة نؤمن بالان واحد الله الاب الضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الاب في كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مع الوضعي المخلوق تساوي لها في الجو الذي بي كان في الشيء الذي إذا أدمع جانا بس أنا مخلص نزل السماء تجسم من روح قدس مريم العذراء أن أصر بأن الله قد بس كنت ألا مخبرا فهم بين الله في يوم السادس كان في كتب وصاد للسماء ويجلس عن يمين أبي أيضا يأتي مجد يدينا حياة ورمات الذي ليس ممكن فضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المخلص من الآب نزل دعونا موجودة مع الآب ولما الناس الأنبياء نساح لهم قد تجامع رسلين احترم مع مدير واحد لما اخترت طيب تنغو اشتغو الخيط انتي اناستاسي سنتاني ارم موت نمبئون خنت بيئونس نيو آمي علينا آمين آمين واربنا واحفظنا واعنا آمين وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا prophets and righteous men have desired to see the things which you have not seen, and to hear the things which you have not heard, but blessed are your eyes, for they see and ears, for they hear. May we be made worthy to hear and act according to your holy gospel, through the prayers of your saints. سيدنا كل الذين أوصونا ومرونا نذكرهم في صلاة في تضرعات نتقرب إليك يا رب لنا الذين سبقوا فرخدوا يا رب لنا يحب مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحدنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا أشفانا كلنا وقيامتنا كلنا أنت بخوف أمام الله من سطول سماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا ماري لوقا البشير وتلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميع آمين لا تهملني يا إلهي ولا تتباعد عني التفت إلى معونتي يا رب خلاصي هللويا مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد أمين ثم في أول الأسبوع باكرا جدا أتينا إلى القبر وقدمنا الحنوط الذي أعددناه
ومعهن نسوة أخريات، فوجدنا الحجر متحرجا عن باب القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وحدث بينما هن متحيرات من أجل هذا، إذا رجلان وقف فوقهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ونكسنا وجوهنا إلى الأرض، قال لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلان: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب في اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر، وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلن هذا للرسول، فتراءى كلامهن لهم كالهزيان، ولم يصدقوهن. فقام بطرس ورخض إلى القبر وتطلع داخلا وراء الثياب وحدها، فمضى إلى بيته متعجبا مما كان. يا أبانا الذي في السماوات، Christos Iisus Venchoi, opiens o Kyrie, سيد الرب يسوع المسيح ابن الله لهم صفة تقدر بطل خطأ يمقى لهم خلص المحي الذي نفخ فوق تلميذ قدسي وقال لهم خلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطأ وغفرتم سكت وعمسكت أنت لأنسان عمت الذين أمك كل زمان يغفر الخطأ على الأرض تحلف لربطة الزون الناس وطمع عبيدك إخوتي وضعفي أولام الحي مرزهم مجد قدس ارزقنا رحمة قطعنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لك في شبه المغورة عن مجازع القلب قول بالفعل أبو سأل نفس ضعف بشر أنت السيد العالم ضعف بشر اللهم نعم لا أبو فرأة خطايانا باركنا طهرنا حللنا وحل سائر شعبك من لنا وخوفك ومن تكساها مرضية بملاك المجد وكرام السجود آن وكل أوان ظهر الدور أمين إن كريا لايصون كريا لايصون كريا لايصون أمين الليل ويذب سابت ريك وارك يا عجيم نعماتي كانك أيك سلسي ونستوني ونعم من تنوش بولن قويم مجي وبن شوي سيسود بيخ إزمان موهم بيارو ماري بكناين فكريني وإن سبتم بيك لأو ستي أمان كيريا بلوغي صنع من اسمه ارويس مو ارويس تيمتان يكوني ابغان باسمه كريستوس بنوتي امين اساشو المسيح الهنا ملك السلام اعطنا سلام اقرنا سلام اقفر لنا خطانا اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات Amen.
صلاة تسبحة الساعة الثالثة والسادسة مقدمة المسيح ملكنا وإله. The prayer of the third and sixth hour for to my Lord and my King, beseeching Him to forgive us our sins from the sons of our Father, the Prophet and the King. Holy, 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 a personal gospel according to St. John, may his blessings be thus, holy man. And the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name has come. He shall teach you all things and bring to remembrance all things I have said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard how I said unto you, I go and come again unto you. If you love me, you would rejoice. Because I say I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass you might believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean to the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. Glory be to God for me, saying, be concluded in peace, worship you, Christ, with the good Father, and the Holy Spirit, for you have risen and saved us. Your Holy Spirit, O Lord, which sent forth upon your disciples and on the apostles the third hour, this don't take away from us, but renew within us, create in me a clean heart, cast me not away from your presence. And take the Holy Spirit from me. رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ قديسين وسكن وكرم الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا الصالح لك نسألك ادفع شأن ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وحيا روح النبوة والعفة روح قداس أرادة السلطة خلق كل شيء أنت وضع نفوسنا وذكر إنسانة العالم ارحمنا. يا وليت لا انت يا كرم الحقية الحياة من عقودها ساكن ترى وصل وقد خلاص نفوسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما في يوم نهاية طريقنا الآن ولا خلاصنا إليك يا إيك يا سوسي ونسوني ونعمل
يا ملك السماء المعزي روحك حاضر في كل مكان ومالك كل كنز صلحات موت حاله متفضل روح اللي فينا طهرنا من كل إذا نسى الصلح وخلص نفوسنا بذريك أيوك أغيبنا بماتي Just as you are with your holy disciples, O Savior, and give them peace, graciously come and also be with us and grant us your peace and save us and deliver our souls. Whenever ascending in holy sanctuary, we are considered ascending in heaven. O Theotokos, you are the gate of heaven. Open for us the gate of mercy. سعيد الصلوات دوكساسي وثيوسي منفشعي معلمنا مالي متليين بشيد من ستار بركات على جميعنا امين لما ابصر الجمهور صادر الجبل عندما تقدم لي تلاميذه فتنفعه لهم قائلا انتم المساكين بروح لنا ملك السماوات توبوا الحزان لانهم تعزون طوبى للودعاء لأنهم يرسمون الأرض، طوبى للجياع طاشين البر لأنهم مشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لإنقياد القلب لأنهم الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم يطردوكم أهلكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا هناك عدوكم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فسد الملح بماذا يملح. لا يحصل لا يصلح بعد الشيء المطرح خادق ودوس الناس أنتم نور العالم لكم أن تخفى مدينة كائن على جبل ولا يقودون سراجا ودعون تحت المكيال بل يضعون على المنارة ليضيء لكل إنسان آتي للعالم ليأتي في البيت أيها الناس ليضيء نور قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة فأمجدوا أباكم الذي في السماوات المجد لله دائما أبدا آمين لأخ الله وسلامة ورسوله كريستوس متواصل مثواب جاك يكسوت منينان يا رب يا انفر يا مستاذ وخساس هلس ومرت على صليم يا خطير لا تقر علي ابن انفر دوس مزك تبسك خطير المسيح لانا قد سرخت الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض لفت اسمع عاشي وباك رفض الزهر كلامي يقول فاسمع صوت وخلص نفسي بسلام بدريك ايوك اغيب نماتي جيسوس كريست اول نود هوز نيل تو دخل سكس اول كل سيم بدري And has by your death made alive the dead man whom you created his own hands and whose didn't sin. Put to death our pains by your healing and loving passions, by the nails which were nailed. Rescue our minds from the thoughtlessness of the earthly deeds and worry lust. To a remembrance of any commandments according to your compassion. Is لأن كثيرة هي شفاعات قوية ومقبولة عند مخصصتهم الطاهرة لا ترفض الخطا من شفاعتك عند الأزود من كلنا رحم وقادة خلاصنا تألمنا إليك ومخزنا فلتسبق قدرك نافتك سنك تمسكنا جدا أعنا الله مخلصا من أجل مجد اسمك يا رب نجنا وفي الأخدام من أجل اسمك القدوس إني إنك أعيك صوصي ونصرني صنعت خلاصا في وسط الارض كلها يا مسيح الان عندهم بسط يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل لهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب يا بدريك ايوك يا اجيب نماتي نسجد لشخص غير فاسد يا الصالح طالبين مغفره خطايانا يا مسيح يا الهنا لانك مشيتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودية العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت تعين العالم يا رب المجد لك يا ليك يا ليك سوسيون سونيون آمين أنت يا ممتلئ النعمة يا وسيلة العذراء نعظمك لأن منك والصليب ابنك نفض الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم فردوس الأول من أجل هذا المجد شكر غير ما تم مسيح إلهنا نعظمك يا أم النور الحقيقي
حقيقة ومن بلا أن واحد الله لا بطاقة كل خالق سر الأرض نير ومن المنطقة نعم تسرى مسيح الأموات وحياة الدار الآتي آمين. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. إليسون كيري إليسون يا رب ارحم. سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجائعة مع رسولي أمين. أذكر يا رب الذين خدموا لك هذه الخرابين الذين خدمت عنهم الذين خدموا بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. Amen.
Under the beneficent mercy of God the Father of our Lord, our God, our Savior Jesus Christ, he hath covered us, support us, preserved us, accept us, and to have compassion on us, sustained us, and brought us in this hour. Let us ask him, the Almighty Lord, to keep us in all peace this holy day and all the days of our life. In JP Bandu Kratur of Choice Venuti. Rose of Exhausti. O Master the Lord, God the Pantu Kratur, Father of our Lord, our God, our Savior Jesus Christ. We thank you upon everything, for anything and in everything. For you have covered us, supported us, preserved us, accepted us, and to your compassion on us, sustained us, and brought us unto this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints, for that which is good on our behalf at all times, and make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed mysteries, for the remission of our sins. For the mercy. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل عمل من الشيطان مؤونة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سبيل شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا الذي لك. أما الصالحات النافعات ارزقنا أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو. لا تدخلنا في تجربة Oh.
Of this day, the priests, the deacons, the clergy, and all the people attending, may we absolve by the mouth of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. From the Knesset, the Wahid, the Salgam, the Rasul, the Prophet, the Ashur, the Sulan, from the Nazar, the Marcus, the Rasul, the Rashid, the Patriarch, the Disa, the Rasul, the Alim, the Discourse, the Disa, the Nasr, the Suri, the Disa, the Mashadah, the Skiam, the Disa, the Kirillus, the Disa, the Silis, the Disa, the Orius. Afat, the Tumia, the Matash, the Muktam, the Mnek, the Mnek, the Mnek, the Mnek, the Mnek, فما بين الطوال مكرم اسكان البابا تلك ان بتوادرس ومشيخ ورسولي ابي المطران مكرم مسرابيا فما حقارتي لانه مبارك ومؤيس قدوس الاب والابن والروح القدس الان كل اوان ظهر الدهور امين. معلمنا بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس بركاته مقدسكم معنا أمين. هكذا فليحسبنا الناس كخدام المسيح وكلاء أسرار الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أعرف شيئا من ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هذا فيه هو الرب. إذن لا تحكموا في الشيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ف
فحينئذ تكون كرامة لكل واحد من الله. فهذا يا إخوتي حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على صاحبه، لأنه لا يميزك أو أي لأنه من يميزك أو أي شيء لك لم تأخذه. وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم وملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أظن أن الله أظهرنا نحن معشر الرسل الآخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس، نحن جهالا من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح، نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون أما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم، وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنتحمل، يفترى علينا فنطلب، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولادي الأحباء أؤدبكم، لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أبا كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. نعمة الله الآب تحل على روحنا يا أبي أخوتي، أمين. Catholic Epistle from the Second Epistle of our teacher Saint Peter. May his holy blessings be with us. Amen. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. And many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. By covetousness they will exploit you with deceptive words for a long time. Their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness, to be reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of eight people, a preacher of righteousness, bringing in the word on the flood on the word of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly. And delivered righteous Lot, who oppressed by the filthy conduct of the wicked. For that righteous man dwelling among them tormented his righteous soul from day to day by seeing, hearing their lawless deeds. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Do not love the world or the things in this world. The world is passing away, but he who does the will of God abides forever. Amen. Ah.
مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم فلتكن معكم يا أبا أخوة الجميع أمين. فلما اجتاز في بوليس وبولونية أتي إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بوليس إليهم حسب عادته وتكلم معهم من الكتب ثلاث ثبوت موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويكون من بين الأموات، وأن هذا هو يسوع المسيح هذا الذي أبشركم به. فآمن قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، وجمع كثير من المتعبدين ومن اليونانيين ومن النساء المتقدمات ليس بقليل عددا ليس بقليل. فغار اليهود واتخذوا رجلانا أشرارا من أهل السوق وجمعوا جمعا وهيجوا المدينة وقاموا على بيت ياثون طالبين أن يحضروهما إلى الجمع، ولما لم يجدوهما جروا ياسون وآخرين من الإخوة إلى رؤساء المدينة صارخين إن هؤلاء الذين أقلقوا المسكونة حضروا إلى هنا أيضا، وقد قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم يقاومون أوامر الملك قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فزعجوا الجمع ورؤساء المدينة استمعوا هذا. ولما أخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين أيضا أطلقوهم. وأما الإخوة فللوقت ودعوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصل إلى هناك دخل إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل سرور فحسين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرون من النساء اليونانيات الشريفات ومن الرجال عدد ليس بقليل. لم تزل كلمة الرب تنمى وتكسر وتثبت في بيعة الله المقدس آمين. بسم الله والرب 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 آمين. اليوم 18 من شهر الأم المبارك أحسن الله علينا انفضاء وعاد علينا وعليكم ونحن وأنتم مغفور الخطايا والأثام والزلات قبل مراحم الرب الجميع أخواتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 605 ميلادية تنايح البابا ديميانوس البطريرك 35 من بابوات الكرازة المرقسية، ولد بالإسكندرية من أبوين مسيحيين ربياه تربية مسيحية حقيقية. اشتاق من صغره إلى الحياة الرهبانية، ولما كبر ذهب إلى برية شهيت وترهب هناك، ثم ذهب إلى دير الآباء غرب الإسكندرية حيث سكن وزاد في نسكه. ولما جلس البابا 34 البابا بطرس 34 بطريرك الكرسي الإسكندري استدعاه وجعله سكرتيرا له، فصار سيرة حسنة حتى أحبه الجميع. وبعد نياحته اتفق الآباء رأي الأساقفة على رسامته بطريركا، وتمت رسامته سنة 569 ميلادية. فأحسن رعاية شعبه وكتب رسائل بابوية ومؤامر تعليمية. قاوم هذا الأب البطريرك من بقى من شيعة ميليتوس الذي اشتهروا بالأعمال الردية. ولما ارتقى البابا بطرس كرسي أنطاكيا كتب رسالة للبابا ديميان السكندري فيها الأخطاء اللاهوتية، أعلن فيها الأخطاء، فكتب إليه رسالة ضمنها العقيدة الصحيحة. ولما لم يسمع بطرس بطريرك أنطاكيا وارجع عن ضلاله، جمع مجمعا حكم عليه بالقتل وعدم ذكر اسمه في القداس. ولما أكمل بابا ديميانو السعي الصالح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقوس 36 سنة، بركة صلاته تكون معنا أمين. مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1968 في عهد البابا كيريلوس السادس تم افتتاح الكاتدرائية المرقوسية الكبرى بعد أن وضع فيها جسد القديس مرقس الرسول الذي أحضره من روما
قبلها بأيام بركة صلاة القديس ماري مرقس تكون معنا لربنا المجد دائما أبديا أمين. Agios asanatos o ek barseno eleisonimes holi gadon maidi holi immortal who was crucified have mercy upon us Agios Agios asanatos o anastas ekton nekron kianelson Oranos eleison imes doxe betrikeio Ke ageio me eumati keninke Jesus eonas ton eonon amin getries Eleison imes. Irini pasi. Et omnem mate Jesu. Master the Lord Jesus Christ, our God, who said unto his saintly disciples and honorable apostles, that when you prophets and righteous men have desire to see the things which you see and are not seeing, and to hear the things which you have heard, but bless our eyes, so they see, our ears, so they hear. May we be made worthy to hear and act according to your holy gospel, through the prayers of your saints. Lord, have mercy. Remember also, Lord, those who have asked us to remember them in our prayers and supplications, which we lift up unto you those who have perceived and swiftly reposed their souls. Thus seek heal for your other love us, all our hope, our healing, our salvation, and the resurrection of our souls. Amen. أمام الله أنصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين أنت يا الله استمعت إلى صلواتي أعطيت ميراثا للذين يرهبون اسمك لذلك أرتل لاسمك إلى دهر الدهور لأفي نذوري يوما فيوما مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
حينئذ أحضر إليه أعمى مجنون وأخرس فشفاه حتى إن الأعمى الأخرس تكلما وأبصرا فدهش الجمع كلهم وقالوا ألعل هذا هو ابن داود أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل ذبول رئيس الشياطين فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاتهما لا يثبتان فإن كان الشيطان يخرج الشياطين فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته وإن كنت أنا ببعل ذبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون لذلك هم يصيرون قضاة لكم وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد وصل إليكم ملكوت الله أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته ومن ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق لذلك أقول لكم كل خطية وكل تجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر له ومن يقول كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من يقول على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الآتي اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا واجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا لأن من الثمرة تعرفوا الشجرة يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدينونة لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك والمجد لله دائماً In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. They brought to the Lord blind, deaf, and mute, hoping that he will make three miracles for him. But the Lord made it in one shot. When they brought this man, everything was visible through him on the Lord Jesus Christ. And liturgy of sanctifying the water for baptism, we have a prayer to say, it says, if
reveal, we ask the Lord to reveal the secret or the mystery of the devil, to expose it to us. For the devil is always hiding his plan, his work. No one knows that he is sinning. Everyone sins comes to the person, and we commit sins even without knowing this is a sin. And the Lord spoke furthermore, the good person out of his good treasure speaks of the good, and the evil person out of his heart speaks whatever his heart is filled with. This week, the scripture is about the power of the Lord to heal those who are possessed with demons. The people who believe in God, the devil stay away from them, because the heart is a place for one, either the devil or God. No one can combine both. It's either, and even before Christianity, it was known in the philosopher age, prior to Christianity, they said the person is between the two great forces, the force of good and the force of bad. It's either you commit this or commit the other. But when the Lord came, he revealed the power of evil. The bad power in the world is committed by Satan and all his soldiers. And it's either you go here or go there, mixing one day with the Lord, one day with the evil, give the person more trouble in his life, more than to commit himself to the devil. But actually, the people of God, they have no suffering inside them from the devil. The spiritual person or the believer has power to resist and even to cast out demons. And this gift was given to the disciples. As the Lord told them, go preach the gospel, cast out demons, raise the dead. So it was part of the work in the church to practice exorcism. And even the people, they trust the church. They have no power in the world to cast out demons. But the Lord said, if with my finger or my hand I'm casting the devil, you are in the kingdom of heaven. If the power of God to cast the demon, we're far from the array of the devil. The devil works in many ways, but his work is revealed to the Lord Jesus Christ. And even the name of the Lord Jesus Christ cast out demons. And this is the power in the church, that we have the name of Christ. Let us use the name of Christ in our prayers, in our meditation, in our work, to cast out the thoughts of the devil, the work of the devil, to reveal to us the right and good ideas. The process of sin doesn't come by a block and this is a sin. The devil will never tell you commit this sin, but he will give you an idea. The apple, the serpent told Eve, look at the tree, look how nice it is. We don't know what fruit it is, how ripe it is, how good it is. Why you don't eat? Why? It's a good fruit like the other fruit. Just take, eat. And she ate, and at that time, she broke the commandments of God, and you know what happened to them. The process of sin, ideas, nice ideas. And then the idea becomes forceful. Oh, I have to do this. And then who commit the sin? Ideas take stamina, and then
go to work. And here the Lord is trying to cut the way of the devil and do it by bad ideas. And even the people, when he cast out this demon, they say it's power of the devil, he cast out devil. And the Lord his reply for this, he said, no devil can cast out devil. The kingdoms doesn't work against each other. They work together. Devils, they work together. Angels, they work together. People, they work together. So the Spirit of God, the Spirit of God that's in us, it's either in the person or out of the person. And normally we know that the Spirit of God doesn't leave the person regardless what he did. But sometimes there is, we can notice that people, they don't have the Spirit of God. They don't have the Spirit of God. When they thought of evil more than God, when they tend to prove the ways of the devil and get to it. And as the Lord said, out of the heart speaks the tongues. Whatever inside will show outside. And the more trouble is to have a heart, bad heart, and speak of good things. Bad heart and good, yes. People, they commit sin and they come to church and take communion, double-minded. Double-minded people, they are exposed before God. And God does not like this. Since the Old Testament, the word of Elijah the prophet, if God is the one, worship him. If Baal is God, worship him. The word God here, it doesn't mean God of heaven. The Jewish people, they know God of heaven, but at that time there were multi-gods. The society, especially the Greek society, which was predominant of philosophy and knowledge at that time. Everything has a God. And the word in this, it's an Indian word called guru. Guru means great. Great person doesn't have to be God. So in order to differentiate between them. The Spirit of God is always getting things together. Awaken the conscious. Working positively on the person. Giving joy to everyone who comes to the Lord. The Spirit of God is always, it's a treasure. The good person, out of his good treasure, speaks of the good. People of God, they have the Word of God. They have a special language. And their language shows them among the world. May the world mock them, laugh at them, but heaven is proud of them. Some people, they will tell you, you lose time when you go to church early, why don't you go late? But the Lord appreciates people who come early. The God is waiting for them and is giving them their reward. God loves everyone, even the evil people. He loves them to come to him back again, to correct their ways. The words of God is a treasure. The words of God is a treasure. And God is always, everything is always revealed to him. When we stand before him, we get the right impression. If we're honest, we get blessing. If we're not honest, we get conviction. We get conviction. We say how bad we are, and the reason of this is to come back to him and to live as good Christians. الجزء الثالث من السنة كل القرايات بتتكلم عن مواهب الروح القدس. ولو لاحظتم احنا صايمين بقالنا كام اسبوع؟ كتير، ها كتير
ثلاث أسابيع، ده ثالث حد في الصيام. ويعني ابتدى مع شهر بقونا، مع ان ما فيش علاقة ما بين الرسل وبقونا يعني، لكن اللي يفتكر يعني النهاردة الانجيل على اخراج الشياطين قوة نعمة ربنا حطها في الكنيسة وداها للرسل. الاسبوع اللي فات حد يفتكر الانجيل كان عن ايه؟ كم واحد فاكر يعني؟ واحد اثنين. كانت قوة الرب للشفاء، قوة الرب كانت للشفاء. فأرينا إنجيل المفلوج، لأن دي معجزة لها إيه؟ واحد مفلوج صحيح بسبب الخطية، لكن في أربعة بيحبوه ورموه قدام المسيح من ثقتهم إن المسيح هيشفيه. قوة الشفاء عاملة في الكنيسة. والأسبوع اللي قبل كده طبعا مش فاكرين، الأسبوع اللي قبل كده كان علمنا يا رب أن نصلي، قال لهم متى صليتم فاطلبوا كذا وقولوا أبانا الذي في السماوات. والأسبوع الجاي طبعا ما تعرفوش الإنجيل هيبقى عن إيه، هيكون عن الوصية، الوصية أو كلام ربنا. يبقى الأربع أسابيع بتوع الشهر ده علمنا يا رب أن نصلي، موهبة الشفاء، موهبة إخراج الشياطين، وفعل الإنجيل في حياتنا. دول أربع ركائز الرسل اشتغلوا بيهم أو المسيح أعطاهم إن هم يشتغلوا بيهم. أما وقعوا في أول مشكلة قابلتهم، يهوذا أنكر المسيح أو باع المسيح، فمكانه فاضي، فصلوا وألقوا قرعة، فوقعت القرعة على إيه؟ متياس. كان روح الصلاة، وروح الصلاة دي تعلموها من المسيح مش من حد غريب، كان في الشوارع الكذب والفريسيين واقفين يصلوا، بيشوفوا الناس يصلوا ومحدش يحب يقلدهم، لأنهم كانوا بيصلوا لكي يكونوا ظاهرين للناس. أما ما شافوا المسيح بيصلي إمتى بعد ما يروحوا كلهم يناموا، كان هو يقضي الليل فيه، فقالوا له علمنا عايزين نصلي زيك مش زي الناس، عاوزين زيك. نعمة الصلاة ديت في الكنيسة ما نتعلمها، تعلم الإنسان إزاي يكلم ربنا. الصلاة هو إيه؟ كلام ربنا، واحد بيكلم مع ربنا، ابن بيكلم مع ابوه. تخيلوا كده ما ابن يكون عاوز حاجة بيخش يعمل ايه في ابوه، بيقول له هاتها، ها الولد الناصح يقول له ايه؟ يا بابا يا حبيبي بحبك، ومش عارف يعدل له هدوم ويعمل له ايه، يوم ايه يقول له عاوز ايه، يقول له عاوز كده، يقول له عناية. الاب عاوز يشوف الابن يقرب منه، مستنيه. هو المسيح مستني كل واحد فينا يقف ويكلمه. المسيح يكون رب وإله عظيم ازاي؟ لما يكون شعبه بيحبه ويتكلم معاه. طوبى لأناس عزهم بك، الناس عزهم بربنا يقفوا قدامه فرحانين بيه عاوزين يكلموه. الركيزة التانية في حياة الرسل، حتى الرسل كانوا في السجن بيصلوا، وما يتسجن حد الكنيسة تصلي، يوم ربنا يبعث ملاكه ويخلصه، زي الكلمة اللي قالها بطرس الرسول، الآن علمت إن ملاك الرب إيه؟ أخرجني من السجن بعد كان محروس بستاشر جندي، أربعة أربعة أربعة، ستاشر محابس، أربع محابس قدامه هو جوه ونايم، قام الملاك، ده في ناس بتصلي علشانك، أخرج. خرج. الصلاة ركيزة مهمة جدا، مهمة جدا في حياة الإنسان المسيحي. وبنعملها بأشكال كثيرة، كنا بنصلي بالمزامير، كنا نصلي في القداس، كنا نصلي الصلوات الخاصة، كنا نقول حتى الإنجيل نفسنا ما بنقراه بنقراه روح الصلاة. الركيزة الثانية روح الشفاء، روح الشفاء كانت يد الله لشفاء الناس. المسيح كان يمشي يحط إيده على الناس كده، عشان كده بنخش الكنيسة ناخد بركة من ستر الكنيسة، ناخد بركة من في ناس تبوس الباب وهي داخلة، وناس تقول لهم ما بيعملوا ايه، ما بيعملوا، ما دول اللي فاهمين المسيح بيحاولوا اي حاجة يلمسوها منه. هو الباب ده باب مين؟ هو باب ده باب خشب؟ اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. احنا ما نبوس الصليب، واحد يقول لك ده حتة حديدة، ده احنا الانجيل نبوسه كده، الانجيل ده كتاب مطبوع، لكن بدان بقت فيه كلمة ربنا بقينا نحطه فين؟ فوق راسنا من فوق. وفي الصلوات الرسمية كده أبونا بيقول إيه؟ مبارك الآتي باسم الرب
وينشم الشعب بالإنجيل، كلمة الله. كلمة الله بقى دية اللي كان اللي ربنا استخدمها في الخليقة، كلمته اللي خارجة منه خلقت وشفت ولمسته دية، لمسته دية. فاكرين الست اللي لمسته في الزحمة؟ قال من لمسني؟ قالوا للعالم وراك، الناس وراك، انت بتقول مين لمسني؟ قال لهم لأن قوة خرجت مني. يعني أنا مطلوب من حاجة من ربنا بإيمان، قوة الله تخرج إنها توفي الموضوع. كل إنسان، كل واحد فينا عنده خبرة بعمل ربنا، والكنيسة دايما بتفكرنا بقول أنتم معكم سلاح، اطلبوا تأخذوا لكي يكون فرحكم كامل. كلموا ربنا، العيان يصلي ربنا، مش كل الأمراض هتخف، بس الإنسان هيستريح أنه كلم أبوه وخد أكثر من الشفاء. قول إيه؟ أمريض أحد فادعوا خصوص الكنيسة دنوا بزيت باسم الرب وزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض، بس كده. وإن كان قد فعل خطية تغفر له، والرب يقيمه في اليوم الأخير. في واحد عاوز يخف بس بركة الصلاة هتعمل إيه؟ تغفر خطاياه وتديله الحياة الأبدية. أنه أكبر وأنه أحسن يخف ويروح للخطية تاني؟ ها؟ يخف ويروح للخطية تاني ولا خطاياه تتغفر، ولا يبقى له نصيب في ملكوت السماوات؟ في ناس عاوزة تخف وبس، بس ربنا عاوز يدي حاجة أكتر، عاوز يدي حاجة أكتر. أما واحد يعني عيان وربنا ما يسمحش أنه يخف، لكن بياخده عنده، ياخده عنده له مكان في السماء، يبقى ده ترقى ولا؟ فكروا في الموضوع ده. النهاردة المسيح إن كنت أنا بأصبع الله أخرج الشياطين، قوة إخراج الشياطين. بنصلي زي ما كنت بقول كده، بنصلي وإن كان سر الشيطان خفيا اكشفه. أكبر صلوات في الكنيسة بتبين إخراج الشياطين هي صلوات المعمودية. ليه؟ لأن اللي مش مؤمن، اللي مش مؤمن بيبقى محكوم بالشيطان. ما هو الإنسان قلبه ما يسعش غير حاجة واحدة، يكون ماشي مع ربنا، يكون ماشي مع إيه؟ والأسوأ اللي ماشي مع الاثنين. الأسوأ من الخاطي اللي يوم مع ربنا، إن كان الله هو الله وإن كان البعل هو الإله فاعبدوه. قوة المسيح كان بيخرج الشياطين، بيخرج الشياطين. احنا ما بتأثرش فينا الشياطين قوي. الشيطان عاوز اقول كان بيتحكم بطريقتين، ان هو يركب واحد، يكون واحد الشيطان راكبه فعلا، وده بعيد عنكم بيبقى حاله صعب قوي، لا يقدر يتكلم زي ما بنتكلم، ولا يقدر يفهم، ولا يقدر يعبر، ده بيبقى تايه خالص، بيبقى ماسح عقله. زي ما المسيح كده ليه اعمى اخرس واصم، ثلاث حاجات. فالشيطان بسهولة ممكن يخفيه عن الدنيا خالص، يبقى عايش في الدنيا لوحده، لا عارف يتكلم ولا عارف يسمع ولا عارف. فحصلت حادثة هنا سنة 70، كان البابا كيرلس السادس بعد أحد الأباء القديسين اللي هو الأب ماكسيموس مطران بنها علشان يدشن كنيسة ماري مرقس. وفي أثناء صلوات التدشين، صلوات التدشين كانت طول الليل، سهروا طول الليل يصلوا، وبعدين وقت كده ييجوا في الاخر خالص قبل القداس على طول بعد باكر، يعني يبتدوا ايه بقى، يدوروا على الشبابيك والفيوز وكل حاجه يرشموها، لانها دي تكريس يعني التخصيص، تبقى مخصصه للكنيسه يعني، ما تطلعش بره، ما تستعملش استعمال تاني. بس اهم حاجه طبعا بيكون ايه اللي هو تكريس المذبح، وده اللي اخيرا بقوا يعملوه، لكن ابتدينا نرجع للطقس القديم يعني. المهم، فكان سيدنا القديس ده هو ماشي كده وعمال يرش ميه ويقول الصلوات بتاعته، وجي جنب واحد وابتدى يصرخ، فعرف طبعا ان عليه روح، فقال له اخرج منه، اخرج منه. هو كان انسان وديع جدا، قال له اخرج منه. فرد عليه انه مش خارج، الشيطان دايما يعمل حوار في الحاجات، مش خارج. فهم سيدنا متدور وسيبنا التاني يصرخ اكتر، يقول له ما تسيبنيش انا محبوس. قال له امشي اطلع بره منه، وشقت فيه فطلع منه في الحال. المهم ايه، لما ما عبروش ابتدى ايه
الشيطان كده، الشيطان شبهه او اعمال الجسد شبهها القديس اوغسطينوس بانها زي ما الواحد يشوف صرصار ماشي يعمل فيه ايه، هيخاف ويجري ها، ولا يجيب الانيمال كنترول هيدوسه برجل. اعطيناكم السلطان ان تدوس الحياه والعقاب وكل قوات العدو. الشيطان مش هيزيد في قوته عن كده، لكن لو سبت الصرصار الصغير ده يبتدي يكبر ويطير ويضايقك ويوسخ لك الدنيا. شوفوا الحجم ده ممكن يضايق الانسان. فالشيطان بيجي عن طريق البوزيشن ان هو يكون يعني عايش في الانسان. في قوة تانية بيستخدمها الشيطان واليومين دول بقوة شوية، وكانت طول العمر عن طريق الماجيك، سحر. سحر يخلي الناس عاوزة تعرف المستقبل هيجرى في ايه، ايه اللي هيجرى بكرة، ايه الطالع. والسحر ده كان موجود زمان كتير وبيقل دلوقتي، لكن ابتدوا دلوقتي يعملوا له علم ويروحوا ناس وياخدوا ناس دلوقتي لايسنز هنا في المجتمع، يعني انهم بيقروا الكف ويشوفوا الطالع وكده. طب والموضوع ده نعمل في ايه؟ تعالوا نشوف من الانجيل. لما فيلبس راح السامرة كان في واحد ساحر اسمه ايه؟ سيمون. سيمون كان بيعمل اعمال تبهر الناس، يعمل لهم اللي هم عاوزين. بعد ما راح هناك والناس امنت ابتدى شغله يقف بقى. لكن سيمون ده كان راجل ذكي شوية، شاف ايه؟ شاف ان بطرس لما بيحط ايده كده على واحد بخف، شاف لما يخرج الشيطان بكلمة يخف. قال لك ده احسن من السحر، انا ده موضوع كويس قوي، انا بدل ما ابقى ساحر ابقى ايه. فراح خد صورة الفلوس وراح لفيلبس وقال له ايه، اعطيني الموهبة دي. لكن شوفوا ربنا علشان كاشف سر الشخص ده عمل ايه، قال له لتكن فضتك معك للهلاك لانك ظننت ان تقتني مواهب الروح بايه، بفضة. انت فاكر ان دي حاجات، انت فاكر دي حاجات بتتشرى؟ الحاجات دي بتتشراش، الحاجات دي مواهب نازلة من فوق، كل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. الله بيعطينا بغنى، كل واحد فينا فيه قوة معينة. في واحد بيحب الناس، في واحد بيحب يساعد الناس، في واحد أمين مع الناس، في واحد يهمه الناس، في واحد يهمه ربنا. ما كل دي مواهب، في مواهب كتيرة قوي. معلمنا بولس الرسول قال عن المواهب، في مواهب شفاء، إخراج شياطين، في مواهب تعليم. ما ممكن قوي ان انا اكون مدرس في مدارس الاحد بعرف ادرس كويس، لكن ما اقدرش اجيب الولاد من البيت. فواحد يجي يقول اجيب لك الولاد من اشترك في العام. اب وام يحرصوا ان هم يجيبوا ولادهم مدارس الاحد، ليه؟ عشان يتعلموا، اشتغلوا في التعليم برضه. مش كل حاجة هي ايه موهبة واحدة بتظهر قدامنا، ان احنا لازم نخدم خدمة رسمية. الخدمة الرسمية دي بتيجي من ربنا، وكلنا اختبرنا ان هو بيشاور على واحد في وقت معين يقول له انا عاوزك تشتغل عنه. واحنا ربنا مشاور علينا كلنا ان احنا لنا الخدمة العامة، ان احنا لنا ايه، ان احنا نبقى اولاد الله. واولاد الله لازم يعملوا ايه؟ لازم يكونوا ظاهرين وباينين، والعالم كله يخصهم، بيصلوا من أجل العالم، صلوا من أجل العالم. المسيح أعطى موهبة إخراج الشياطين ديت، موهبة إخراج الشياطين، واستودعها في الكنيسة، ولغاية النهاردة ربنا بيدي الموهبة ديت لبعض الناس، مش لكل الناس. مش كل واحد يخرج شياطين، مش كل واحد هيوعظ، مش كل واحد هيخدم، كل واحد له إيه عمله. المواهب، مواهب دي في الأيام دي بنفتكر ازاي ربنا تطلع الى الكنيسة لكي يغنيها بمواهبه. الكنيسة غنية جدا بالمواهب اللي فيها، ومن وقت الاخر بنحس بالمواهب دي. وكل واحد لو دور في نفسه هتلاقي عنده مواهب كتيرة وعنده امكانيات كتيرة يقدر يخدم بها. ومعلمنا بولس الرسول اما قال عن المواهب، قال جدوا للمواهب الحسنى ولكني اريكم طريقا افضل. ايه الطريق الافضل؟ هو المحبة. مين ما عندوش محبة؟ مين ما عندوش؟ كلنا عندنا محبة. اللي بيحب اولاده، واللي بيحب اخواته،
واللي بيحب الآخرين، واللي مش لاقي حد يحبه بيجيب كلب يحبه، مش كده؟ يعني كلنا عندنا طاقة للمحبة، كلنا عندنا طاقة. وموضوع كلب يحبه ده من الإنجيل، يقول الصديق يعتني بنفس بهيمته، الصديق يعتني بنفس بهيمته، يعني حتى الموضوع ده مش للضحك، يعني ده موجود في الإنجيل. المهم ان المسيح اغنانا وخلانا، صحيح ممكن الغنى بتاعتنا مش مادي، لكن غنى اكتر من المادي، اكتر من المادي. شوف واحد يكون مكتفي بما عنده، عنده غنى، غنى، مش عاوز حاجة، مش عاوز حاجة. بنشوف الموضوع ده ظاهر في الفقراء، ان ربنا بيغنيهم. المسيح استودع للكنيسة روح الصلاة عشان توصل له، عشان تحس الكنيسة ان كلنا اولاده. المسيح استودع روح الشفاء علشان نكون اصحاء، اصحاء في انفسنا واجسادنا وارواحنا. المسيح استودع اخراج الشياطين علشان ما نخافش من الشيطان ونكون مربوكين من الشيطان، لكن سر الشيطان يكون ظاهر لنا من اول خطوة. تيجي فكرة غلط كده، الفكرة دي مش من فوق، الفكرة دي منين؟ من الشيطان، ملهاش لازمة. المسيح بالأولى حضركم للأسبوع الجاي، ادانا كلمته الإنجيل، الإنجيل كلمته هنحكم ازاي وسط الناس، مش هنحكم، هنعيش ازاي. المسيح ادانا، أرانا طريق الحياة، هنعيش ازاي بالأكل والشرب. قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. المسيح الذي استودع هذه القوات في الكنيسة يعطينا أن نحياها، نعيش بيها، نصل إليه. لإلهنا كل كرامة ومجد إلى الأبد، أمين. وبنت بغراني من ربي انت بخريستوس عبرز ببينا كنوت انشس نفتر انت تغطوك اسمع ري اسمع من بن سوتير تفانن ناني والدو بيمم شوي سري قنوبي بارتين اسر فانجلسيس يوهنس في أبسطولوس تفكين النوبي قلت بهم بشوي سري قنونا شوي سنيوتين أبسطولوس نم بسبين تاني تيس تفكين النوبي ناني والجيف اسمروت جيف يوتن بشيرين امبب اسوهن تتري اسجي كبول تنوش تموس تيونا We believe in one God, God the Father, one the Creator, creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, God of the Father, for all ages, light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men, for our salvation, came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us on Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day he rose from the dead, according to the scriptures, he ascended into heaven, he sits at the right hand of his Father, and he is coming again in glory, judge the living and dead, whose kingdom shall has no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord giver of life, who proceeds from the Father, who the Father and Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophet, one holy Catholic Apostolic Church, we confess one baptism for the remission of sins. We long for the resurrection of the dead and the life of the age to come. يا الله
الإنسان على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم حسد إبليس دمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك بقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولي. يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك. طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك صالح الروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح. Thanks to the Lord. It is meet and right. Meet and right, meet and right. Truly indeed, it is meet and right. O you, the being master, Lord God, through being before the ages and reigning forever. Who dwells in the highest and looks upon the Lord, you have created the heaven, the earth, the sea, and everything therein. The Father, our Lord, God and Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who sits upon the throne of his glory and who is worshipped by all the holy powers. You who are seated and before whom stand the angels, like angels, the principalities, the dominion, the thrones, the lordships and the powers. Look towards the east. You are he around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with their six wings, praising continuously without ceasing, saying, let us attend the cherubim worship you, and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, holy, holy, holy Lord.
قدوس 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 بالحقيقة أنت أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم. عندما خالفنا وصية الغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاض، تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت نحو الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص منعما لنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح جعلنا له شعابا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى بدل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا مساكين به مباعين من جهة خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا نعم وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الأب وحدد يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد وواحد كنحو أعماله. رحمتك يا رب وليس كخطايا أنا أنا خيرين فاين اجتمع ستيريون انتيتي متفس بيس شغالتي بامو خائب أمخم بكوزمو استيبا آمين أبيتشين ويكي جن جي جثوا ابن عطاتشين ونعثوا ليبو ومكاريون أوهن رفطان خو إن تجفاي بخن أمسري آمين أبقوش تبشويد بهاروك بيتي بوفني وتبني وتبني انتي ونبين طاب شاب موت آمين في اسمه وروح آمين أفراجي يا زينمو آمين
Amen. Best of all men, Lord of men, doxa Amen. Αυτή η φωνή ετερουφνάει ως το τεμάτι της, ον αστόν του αμπέμγωέμους. Τεκ, eat of it, all of you, for this is my body, which is to be broken for you and for many to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is true. Likewise also the cup after supper he mixed of wine and water when he had given thanks. Amen. He blessed it. Amen. And he sanctified it. Again we believe, we confess, and we glorify. We tasted and gave it to his own only disciples, Saint the Apostle, saying, take, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which shall be shed for you and for me to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is also true. This bread and drink of this cup, you to preach my death, confess my resurrection, and remember me till I come. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we proclaim your holy resurrection. To the heavens we confess, we praise you, we bless you, we thank you, O Lord, and we entreat you, our God. فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المرهوب المملوء مجدا نقرب الأقربين كل الذين كان كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبح نبارك عبدك يا رب ونذكر ردنا وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. آمين.
صيدا دما كريما للعهد الجديد الذي له صيدا يعطال مغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كسو لورد يا ماستر تو بارتيك وير هوليز انتو ذا بيوريفيكيشن اور سولز بودي اند سبيريتس ذات وي مي بيكم وان يو ماي سبيريت مي هاف ا شير اند انهيريتنس With all the saints who I please you since the beginning and for all the peace on only Holy Catholic and Apostolic Orthodox Church. Lord have mercy. This which you have acquired to yourself with the precious blood of your Christ, keep him in peace. With all the Orthodox bishops and her foremost servant, for all and all blessed patriarch. Of our Father the Second, inspired in liturgy, our Father, Metropolitan Abba Serapion. Lord have mercy. And those who rightly define the word of truth with them, grant them unto your holy church, shepherd your flock in peace. And for all Lord, those who remain peace and deacons. Lord have كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارك كل شعبك المؤمن اذكر يا رب انت رحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك المواضع كل ديور أبانا الأرثوذكسيين يا رب ارحم ساكنين فيها بإيمان الله شعبك 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 وبيعتك يطلبون إليك إليك وبك إلى الأب معك خائرين ارحمنا يا الله كل الضابط الكل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ارحمنا يا رب ارحمنا انعم على شعبك بوحدانية القلب اعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى تفضل يا ربي الانهار والزروع العشبة والسماء ثمرات في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اصعدها كمقدارها كنعمتك فرح واجل الارض ليروى حرث وان تكثر اثمارها اعدها للزرع والحصاد دبر حتى كما يليق بارك كتير السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرمل أولئتهم الغريب الضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا سب صلاحك
يا معطيا طعاما كل جسد من قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا زمننا كفافنا في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين خدموا لك هذه الخرابين الذين خدمت عنهم والذين خدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السماء. صاني بنت مكمون جنيس شيري ترانش فيري فيرما من تانية ثواب انضاك اريكا طاك سنب شويس انت اكرم من يثواب تير وطبرناك سجان من يوتي ثواب ني باتريالشيس ني افروبيتيس ني اوستولوس ني فيويش ني افانجيليستيس ني مارتيروس ني امولوكتيس ني نماني بنت ميطاكو كابل خنف ناتي انو ذي ثيس واس من اوتو امبارتن سنسين بنتي ثوركو سواب تي آجي يا ماري ايه ثي ادسك نوتي بيلوس خنو ميثمي دم پی آگیوس یوانس بی برو درموس واسطیس و مارتیروس و ایستوانس برشت اکنوس برو تو مارتیروس نم پی تهوری موس و ایستوانس بروس بی آسوات و آب و آم مارتیروس نم پی پاتریشیس و آب سویروس من سادیس کورس و آگیوس تنس و آسطوریکوس آگیوس بدرس انتیس برش ارس نم پی آگیوس یوانس بی خریدس توموس دم آگیوس تهوروس و ایستوفیلوس و آگیوس دیمیتریوس نم پیانس کیرلوس وایس بسیلیس وایس روسالوس نم پیانس ورس تماتروس نم پیانس سغری غوریوس برمانیوس نم بیشم شنش بین تفسود خنکیا نم پیش تنتی کستانتینو پولیس نم استاف شنت افسوس ابان الصدیق العظیم الانبا انتونیوس البار الانبا بولا والثلاثة انبا مقرات قديسين وجميع اولاد ابن نواس الصليب أبانا بابولا الطم يعص قيال تلميذ سيدان أبو هرين ومريم مكسيموس ودماديوس تسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوى القديس أنبا موسى وحنس كام الخس أبانا بس زيروس الخس وأبانا بابا خوما بالشرقة تدرس تلميذه أبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسى تلميذه أبانا بنفير وأبانا بكراس وأبانا بيوحنا السائح أبانا بفنوس وأبانا بصمويل المعترف ويسوى بلو تلميذه كل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك المبارك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين رخدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا هؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رخدوا وتنيحوا في المسيح منذ البدء تفضل يا رب ان تذكر كل الذين رخدوا في الايمان ومعهم اديل وديه في حدنا بان قديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب اعلهم في موضع الخضر على ماء الراحه فردوس النعيم الموضع الذي يرى من حزن الكاب والتنعت في نور
الذين أخذت نفوسهم نيحوا فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك إلى التمام. ملكوتك كما هذا كما أيضا في كل شأن يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بارك وسلام لجميعكم ولروحك Again, let us give thanks unto God the Pentecostal, the Father, our Lord, our God, our Savior, Jesus Christ. Let me just believe and now stand in this holy place and to raise up our hands and serve His holy name. Let us then also ask Him to make us worthy of sharing and rising His divine and immortal mysteries. Amen. The Holy Body. We worship your holy body. And the precious blood, your precious blood of His Christ, the Pantocrator, the Lord, our God. Amen, amen. Let us pray. Peace be with all and with your spirit. You are the Logos of the Father, God before the ages, the great high priest, who was incarnate and was made man for the salvation of mankind. Out of all nations He called to Himself a chosen race, a kingdom, a priesthood, a holy nation, and a justified people. Having sent the Holy Spirit upon the apostles on the day of the Pentecost, He came upon each one of them like divided tongues of fire and filled them with all knowledge, all understanding, and all spiritual wisdom, according to your faithful promise. And they spoke in every language, and they proclaimed your holy name to all the nations. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصايب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. بعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة. فيا من أنعم على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين
بحلول الروح المعزي عليهم وأعطاهم سلطانا يصنعون الأشفية والآيات والعجائب وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث الأقدس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم. العظيمة كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. نسألك يا سيدنا أن تنم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر نقرأ بدلو الخوف النصر خنع بك القدوس الذي في السماوات ونقول جبانيون. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد بخريستو. كل الذين وصونا مرضى شعبك اشفيهم الرافدين الذين كل الحاضرين يا رب اقبل توبة التائبين. نعمك يا رب نحن نسعى رضاك كل حين قدعينا اذكر يا رب السلام الواحد الوحيد اذكر ابونا البابا سلام لجميعكم لروحك اذكر يا رب اجتماعاتنا بركة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم للقديسين مبارك رب يسوع المسيح من الله قدوس الروح القدوس امين. واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. إيه نفاسي اتم نعمتي صوم أجيون كيمة إيميون أليثيروني سولستو تيوتو ثيو إيمون أمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الأهنى أمين. آمين. زبالي عند أبلادو بمان ونور قدس شو إيمان. امين 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 تناتي 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 واتين ملوغين شافنا خي جاي تايتين سرق سنفتا وخطابك منوغني سنشير بن شوي صوب النوتي او بن صوتي رسوز بير صوت شسي والخنتن شوي سنبتر انتي دونو كون صوب تياغي يا ماريا اباي سنواي نمت بس نوتي خنومي تتبوك مدت صوخ مدت شفتي يا بير ملوغين انتي ملوغي اصلا اسلام فونتوس بيلاتوس تي سريع قول جمشات وابنت استاورس خيم في فوش من موفر يا قون ترين أليس استناتي جمد مسنود فرق دم ترومي
خن اصوص نوتو دوريك انفال يعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياتنا أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة يمين. كل ما يقدر كرام عزيز هل نخدين الميكروفون ميكروفون That this is true. Amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, remember us in the house of the Lord. The peace and love of Jesus Christ be with you. Sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the immaculate heavenly and holy mysteries. Lord have mercy. Yeah.
Amen.
Allah'a emanet olun.